خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازيك يا ماما؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ تمام الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اسمي ياسمين. ياسمين، كم سنه ياسمين؟ انا 22 سنه. طيب مرتبطه؟ مخطوبه. مخطوبه؟ خطوبه تقليديه ولا عن حب؟ هو المفروض عن حب. طب احكي لي الحكايه. انا ممكن حكايتي دي ما عدتش عليك قبل كده؟ ممكن. والله هبقى سعيد لو حكايتك ما عدتش عليا قبل كده. انا مخطوبه تمام، انا بعد سنه ونص. وقبلها سنتين انا عارفين بعض. تمام. كان في بيننا مشاكل كتير قبل الخطوبه وكده، واتخطبنا وكده، ولحد دلوقتي في مشاكل ما بيننا. ايه بقى المشاكل؟ بص، على اساس يعني مشاكل تافهه، ممكن اليوم على مشكله كبيره بيننا، ممكن نقعد 3 ايام ما نكلمش بعض. المهم يعني في مشكله وكده دخل فيها مامتي. بسبب الخطوبه وكده. طيب ايه سبب المشاكل؟ ما اكيد كل مشاكل في الدنيا ليها سبب. ما هو ليها سبب. بص يعني مشكله ما تفتحش نت، حاضر مش هفتح. بعد كده اول ما نصالح نفتح نت، لا انت كنت تفتح نت، انت ما قلتليش هتفتح نت. مشاكل تافهه خالص. لا انت نزلتي من غير ما تقولي لي، برغم ان انا قلت له اصل انا كنت نازله، اذا انا نازله نزلتي من غير ما تقولي لي. مشاكل من غير مشاكل أساسا. المهم أنا يعني بس أنا شكيت كم مرة اللي في حاجة ما بين هو وماما. يا هو مامتك؟ أيوه. شكيت كذا مرة. طب إيه اللي خلاكي تشكي في حاجة زي كده؟ بص أنا قلت عايزة، لقيت رسالة وكده، مش رسالة، عايزة صورة عادية على تليفون مامتي. لقيت نفس الصورة نفس التليفون بالصدفة، لقيت نفس الصورة دي على تليفوني. قلت له يا ايدي؟ قال لي عادي. قالك ايه؟ عادي. قلت له ازاي؟ ده على تليفون ماما، بعتها له سكرين من على تليفون ماما. اه يعني انت الصورة ايه؟ الصورة اللي لقيتيها على تليفونه دي صورة لمامتك؟ صورة خارجة. لا صورة خارجة بس مش صورة لمامتك. اه صورة خارجة ونفس الصورة اللي لقيتيها على تليفون مامتك. ايوه. لقيتيه على الواتساب ولا على التليفون؟ لقيتها على الواتساب. بعد كام سكه على الواتساب منه هو اللي بعتها؟ ما اعرفش. لا ما انت لو فاتحه الواتساب هتعرفي مين اللي بعتها. لا انا هعرف انا مين اللي بعتها. انا لقيتها هي بعتها له. تمام؟ هي بعتها له. اه فتحت الواتساب تاني ساعتها، ساعه ما انا كنت قاعده معاهم هما الاثنين. عشان اقول له ايه ده؟ لقيت هي الرسالة كانت ممسوحة من عند ماما في التليفون. لقيتها هي كانت مستعجلة. وهل مامتك من طبعها انها تهزر بالطريقة دي؟ حتى مع اصحابها ومع القرايب ومع المعارف كده؟ بص هي كده اساسا يعني ما اعرفش، بس مش لدرجة الخطيب يعني. انا بحبه انا مش عارفة اعمل ايه اساسا. لا استني، يعني هي مثلا ممكن تهزر مع عمك، مع حد كده، تبعت الصور كده؟ لا عادي عادي، عشان بابا قافل شوية وكده. ممكن يكون. لا عشان باباك ايه؟ قافل شوية. قافل معاها؟ يعني مش قافل معاها، لا يعني شديد شوية. اه شديد، فما تقدرش تهزر، ولكنها هزرت معاه. هزرت معاه وعن الرغم ان اختي الكبيرة متجوزة ما تعملش كده مع اختي الكبيرة. طب ما يمكن مثلا خطيبك بيهزر وبيعتبرها زي مامته بيهزروا كده. لا انا عملت مشكله كبيره وكده، وقلت له يعني ايه ده؟ انا لقيت الصوره دي عنده على الصور العاديه، هو ما بيرضيش افتح الواتساب بتاعه خالص. يعني عايز بقى المفروض شغله وكده ما تفتحش الواتساب بتاعه. ماشي، بس الصوره دي لقيتها على الصور الشخصيه عنده. طب ايه تاني ممكن تكوني شفتيه يشككك في الموضوع ده؟ بص لما باجي او يعني افضل جنبها، مش بترضى توريني الرسائل اللي هو ممكن يكون بيبعتها لها. تروح جايه مخبياها، تروح جايه مسحيها. انا معرفش اعمل ايه يعني، معرفش. طب لما بيكون موجود عندكم في البيت هل بتلاحظي ان في تصرف مثلا مش لطيف؟ تصرف يعني ازاي انت تشكي حاجه زي كده؟ انا بقولها يا ماما. مش هي بتقول لها مش موجودة يعني.
ومعاك التليفون بعد في مكالمات طويلة. بص بتستغل المواقف اللي ما بين انا وهو فيها مشاكل تروح جنب كلمات بتبدأ بقى تكلم. طيب انا بس مش عايز الشك يخشك ويعني يسبب لك مشكله على حاجه مش مظبوطه خالص. حاولي تشوفي لو هو موجود عندكم في البيت، خشي اوضتك، اخرجي، خشي الحمام كده، يعني هتحسي لو في حاجه حصلت. ما هو بابايا بيكون في البيت، اخويا مش هو بس، مش هما بس اللي يعني باباكي دايما موجود في البيت وخطيبك موجود؟ مش على طول، بيبقى في الشغل. اخويا الكبير عشان هو بيقعد معاه على طول. يبقى ما اعتقدش ان في حاجه، ممكن تكون الرساله مش من مامتك ولا من حاجه مبعوثه من مامتك من واحده صاحبتها ولا حاجه ما يعني. بس ما مش لدرجه ان لقيتها على التليفون برضه. ما هي الصور دي بتبقى منتشره، الناس بتبعتها لبعض على الواتساب يعني، فطالما هي مش صوره مامتك اساسا. بس مش لدرجه ان انا بفتح الشات ممكن الاقي الرسائل مفتوحه عليها بكون مفتوحه. بتفتح الشات اللي ما بينه وبين بين مامتك؟ اه بلاقي الرسائل ممسوحة. اه رسائل كتير ممسوحة، يعني افتحه في يوم كده اروح جاي يعني عادي. دلوقتي بقى تعملوا لي باسورد عشان ايه مفتوحة. طب انت ما اتكلمتيش مع مامتك في الموضوع ده؟ قلت لها يا ماما في ايه؟ خليت وعملت مصيبة كبيرة. مصيبة كبيرة ازاي؟ وازاي مين اللي مدخل في دماغك الموضوع ده؟ ازاي انا شفت ده بعيني؟ طب مامتك ست صغيرة كده وأمورة وحلوة يعني ولا ست كبيرة و... ايه هي شايفة نفسها شايفة نفسها يعني الأمر صغيرة. بصي لو حاسة ان في حاجة غلط في العلاقة دي من البداية كده ما تكمليهاش. بس يعني المشكلة انا بحب. بتحبي ايه لو انت شاكة ان هو على علاقة بوالدتك هتحبي فيه ايه؟ معرفش، انا ما اعمل بقى هو يدخل لي من ناحيه ثانيه. لا انا ما حصلش مني كده، مستحيل لو حصل مني. طب لو قلتي لمامتك انا عايزه اسيبه امك هتقول ايه؟ ما لا بص بقى المشكله باجي في وقت كده اقول لها ماما مش عايزاه، تروح جايه عامله لي ازاي ده هو كويس انت مش كده حد غيره كويس وهو كويس، تفضل تتخانق معايا انا قد كده ازاي؟ لا مش هسيبني. هو ده اللي بيشتتني. طب انت استفدت ايه؟ طيب لما انت استفدت انا مخنوقه منه مثلا عايزه اسيبه. بص يا بنت الناس، حاولي تركزي شويه عشان تاكدي لنفسك ان اللي جواكي ده والمعلومات اللي جواكي دي صح قبل ما تاخدي قرار. واول ما تتاكدي ان المعلومات اللي جواكي صح، اول خطوه تعمليها انك تفسخي الخطوبه مهما حصل، مهما الدنيا اتقلبت فوق دماغك. لا خلاص، علاقة زي دي ما ينفعش تكمل، وما ينفعش ارتبط بإنسان زي ده بأي شكل من الأشكال. أما بقى قصة والدتك ده موضوع تاني، بس نخلص الأول من المشكلة، من الأزمة اللي احنا عايشينها دي، ونعرف راسنا من رجلينا، وبعد كده تبقي تلتفتي تشوفي حدوتة والدتك دي على رواقة.